إيرانية بحسب مسؤولين في الإدارة بعدما بدأ الروس التدرب على الطائرات بدون طيار في إيران خلال يوليو الماضي. في هذا الفيديو نتابع مع المذيعة اللبنانية الجميلة راوية القاسم التطورات على صعيد الاحتجاجات الإيرانية، مستجدات إحراق أحد السجون الذي يضم ألف السجناء السياسيين، يضاف إليهم المعتقلين الذين تم اعتقالهم أثناء الاحتجاجات الأخيرة. تدعي السلطات الإيرانية أن الحريق كان ناتجا عن مواجهات بين مشاغبين. مسؤول إيراني يقول: كنا قد اتفقنا مع الولايات المتحدة الأمريكية على تبادل السجناء باعتبار أن قضية السجناء إنسانية. وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم فيديوهات تظهر مشاهد مهاجمة قوات الأمن للمحتجين والاعتداء على عناصر أمنية بالضرب على مدنيين، بالإضافة إلى مشاهد لحرق مركز شرطة في مدينة مشهد واحتجاجات طلابية في جامعة أزاد في شهر كرت. وزيرة خارجية السويد قالت أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تبنوا عقوبات جديدة على كيانات نتيجة ممارسة العنف المميت ضد المحتجين، من ضمنها إدراج شرطة الأخلاق ضمن القائمة السوداء. وقد ردت السلطات الإيرانية على هذه القرارات بأن تلك القرارات تمثل تدخلا في شؤونها الداخلية. للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو حتى النهاية، سجلوا أراءكم في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة. تحياتي. اليوم أعلن عمدة موسكو اكتمال تنفيذ عمليات التعبئة في العاصمة وإغلاق مراكز التجنيد فيها، والتي تمت بمرسوم رئاسي وبتكليف من وزارة الدفاع. أهلا بكم من جديد. أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات ضد مسؤولين إيرانيين، بينهم مسؤولون في شرطة الأخلاق. روايات متضاربة لوسائل الإعلام الإيرانية الرسمية حول الليلة النارية في سجن إيفين، بدأت بإعلان السلطة القضائية عن مقتل 40 شخصا، ثم عادت بعد قليل وصححت الخبر وقالت إنهم 4 فقط لقوا حتفهم نتيجة استنشاق الدخان والغاز. والرواية الأخرى زعمت فيها وكالة أنباء فارس أن عددا من السجناء هربوا ودخلوا حقل ألغام بعد اشتباك مع قوات الأمن. الرواية الأولى تكشف عن عدم التنسيق الذي تكرر كثيرا بين أجنحة النظام في طهران، أما الثانية فرفضتها المعارضة الإيرانية حينها واعتبرت أن ذلك مجرد تلفيق لتصفية دماء السجناء. وما بينهما رفعت السلطة القضائية عدد قتلى سجن إيفين وأضافت إليهم 4 آخرين ليصبحوا 8، تدهورت حالتهم صوده عملية لتهميش معارضيه من الساحة السياسية الصينية. ودائما العربية .net للمزيد من الأخبار والتحليلات. نتحول الآن إلى المزيد من التفاصيل والملفات مع الزميل صهيب وأخبار الساعة. مساء الخير صهيب. مساء الخير راوية، كالعادة جولة سريعة شاملة ومتنوعة في أخبار الساعة بعد قليل. في الصدارة حرب أوكرانيا واحتجاجات إيران. تفضل. شكراً.